ويقودها هناك البروفيسور محمود محمد بن سالم الوهيبي الذي يقدم بالفعل كل جديد لعشاق هذا الشعار الأحمر. المركز الثاني الشاهينية اللي قادمة من الجانب الآخر أيضا من هجة الرئاسة مع المستحيل راشد بن محمد السم المنصوري. أيضا هناك المركز الثالث التي وصلت هذه اللحظات هملولة اللي قادمة بنفس الشعار شعار هجة الرئاسة ومع هناك الظافر علي بن ميل الوهيبي النقل القادمة في المركز الرابع سلهودة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم يقودها أحد الشباب عمر بن مطر بن لاحق الهاجري. أما النقلة إلى المركز الخامسة شواهين التي قادمة أيضا من اللي في المركز الرابع كما ذكرنا مشاهدي الأعزاء هناك أيضا بإشعار سيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم يقدمها مضمر الشرق الأوسط طارش بن مبارك بن كوبع أبو بطي متواجد. النقلة في المركز الخامسة شواهين من هجة الرئاسة ويقدمها محمود محمد بن سالم الوهيبي. بينما المركز السادس هنا أيضا مشكورة من هجة الرئاسة يقدمها البارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي. النقلة في المركز السابع التي وصلت في هذه اللحظات والتي بدأت تتقدم إلى شواهين من هجة الرئاسة ويقدمها أيضا محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. وهنا المركز الثامن من نصيب اللي قادمة في هذه اللحظات كما نتابع هي كذلك الشاهينية ويقدمها الشاهينية لسيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم ويقدمه أحد الشباب عمر بن لاحق الهاجري. هذه الأسامي وعودة إلى الصدارة عودة إلى الأداء عودة حيث هناك المقدمة من البداية التي تقودها بهذا الشعار الأحمر الخالص ما شاء الله وتبارك الرحمن شعار الانتصارات شعار مؤسسة هجن الرئاسة هذه المؤسسة الدائمة للسباقات الهجن العربية الأصيلة. وهنا شواهين يقدمها أيضا البروفيسور محمود محمد بن سالم الوهيبي سلمة يداك أبو محمد. المركز الثاني القدوم التقدم وصلت الهملولة هملولة بدأت تتقدم من هجن الرئاسة هناك يقدمها علي بن يميل الوهيبي الظافر. بينما شواهين الأخرى بدأت تتقدم في المركز الثالث وهنا محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. بينما الرابعة أيضا بدأت تتقدم بقوة أيضا نفس الشعار الأحمر شعار هجن الرئاسة والشاهينية ويقدمها لنا بذياب راشد بن محمد بن سم المنصوري. بينما وصلت الأخرى مشكورة من هجن الرئاسة إلى المركز الخامس ويقدمها هناك عيسى بن أحمد البارع. بينما الشواهين التي احتلت السادس أيضا قادمة من هذا الشعار ونفس الشعار ما شاء الله وتبارك الرحمن شعار هجن الرئاسة. وهنا أيضا أبو محمد يقدم شواهينا أخرى مشاهدين في كل مكان. أما هنا المركز السابع مشاهدي الأعزاء سلهودة لسيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم ويقدمها طارش بن مبارك بن قوبع. والمركز الثامن من نصيب الشاهينية أيضا بنفس الشعار شعار سيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم ويقدمها لنا عمر بن مطر بن لاحق الهاجري. عودة ما شيء باقي ما شاء الله المنصة التي بدأت تقترب وبدينا نقترب من هذا الشوط ونهايته وشواهين تجر الشوط كالعادة ما شاء الله وتبارك الرحمن من هجة الرئاسة. وشكرا شكرا محمد شكرا للبلسفة.
مبشور مشاهدينا الذي يقدم لنا هذا الأداء الجميل أبو محمد محمود المحمد بن سالم الوهيبي والصلاة الشاهينية والصلاة أيضا من جانب الآخر المستحيل وصل الظافر وصل أيضا هنا أيضا شعار شواهين الأخرى. الله يا سلام يا سلام، شوف الركس التلقائي وشوف الاندفاع الذاتي وشوف عدم الأوامر، ركس تلقائي بدون أي ما شاء الله. شوف الشوط وشوف الشواهين والشاهينية وهملولة وشواهين ومشكورة وشواهين ما شاء الله. الخمسة عين باردة، عين باردة لهذا الشعار وعين باردة بالفعل لهذا الاندفاع ومؤسسة هجة الرئاسة التي تملك الكثير والكثير من الأوراق الرابحة أينما حلت وأينما حطت الرحال ما شاء الله وتبارك الرحمن. شواهين والشاهينية تنطلق، شواهين تنطلق والشاهينية انطلقت وما شاء الله وتبارك الرحمن. هذه هي شواهين من هجة الرئاسة مع محمود، ومن الجانب الآخر الشاهينية من هجة الرئاسة مع هناك راشد من محمد السم. تهانينا تهانينا لهجة الرئاسة وشكرا أبو محمد، شكرا البروفيسور، شكرا محمود محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثاني الشاهينية أيضا وصلت مع المستحيل، والمركز الثالث هناك أيضا شواهين مع أيضا مشاهد الأعزاء محمود، والمركز الرابع وصلت الأخرى شواهين أيضا الأخرى مشاهدينا مع محمود، والمركز الرابع كانت متواجدة أيضا هملولة. تهانينا المركز الخامس بفوز هملولة مع الظافر. حفل الكريم الإخوة المتابعون، نتابع الإعادة والحركة البطيئة ودائما الهواري متواجد لنا لكي يعطينا التوقيت الذي يتحقق بهذا الشوط وكل الأشواط وكالعادة. 7:46 وجزئين من الثانية، تهانينا بفوز شواهين لهجن الرئاسة وشكرا محمود محمد بن سالم الوهيبي. 7:46 ستة أجزاء من الثانية كانت الشاهينية التي حطت الرحال أيضا بهذا التوقيت. تهاني لهجن الرئاسة وشكرا مشاهدي الأعزاء لراشد محمد بالسم المنصوري. المركز الثالث كانت متواجدة أيضا شواهين الأخرى ب7:48 وجزءا يتيما من الثانية. تهانينا أيضا للبروفيسور محمود محمد بن سالم الوهيبي.